من دبي انضم لنا الصحفي الرياضي سامي الإمام عبر الهاتف. سيد سامي مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا من الأسباب وراء تراجع مردود برشلونة في 2018 والاعتماد المفرط على ميسي، المراقبون يقولون بأن هذا الاعتماد قد يؤدي إلى إجهاده، بالتالي خسارته في المرحلة الأهم من هذا الموسم. ما الحل برأيك؟ هل المداورة؟ أهلا مساء الخير. هو بكل تأكيد المداورة دائما أفضل الحلول، لكن في حال تواجد من العناصر التي يمكن المداورة بها. بالنسبة لميسي لاعب لا غنى عنه تماما، أعتقد أنه سيبقى يلعب ما دام قادرا على الوقوف في الملعب، حتى لو كان لا يؤدي 100% سيبقى يعتمد عليه فالفيردي. لاعبين سواريز أيضا نفس الشيء، لأن البدلاء كوتينيو كما ذكرتم في التقرير لم ينسجم بالسرعة الكافية، ديمبلي أصيب وعاد إصابة ثم انتكس بإصابة أخرى. فيما يخص كوتينيو، كوتينيو سيد سامي، هل هو أخطأ البارسا ربما في التعاقد معه، أم أن اللاعب بحاجة فقط للتأقلم؟ ربما هي الدراما الكثيرة التي صاحبت انتقاله وأثرت عليه، هذه كلها أمور عوامل نفسية. هو بكل تأكيد لاعب جيد جدا، قد يكون رقم مبالغ الذي تم التعاقد معه به، لكن هم لاعبين لهم يحتاجون مثل هذا اللاعب. ربما هي مسألة وقت. الآن برشلونة وهو ينافس على جميع الجبهات ليست لديه الوقت لكي يتأقلم لاعب، يريد لاعب جاهز على مباشرة للمشاركة. طيب فيما يتعلق بالليغا فهي شبه محسومة للبارسا، لكن كيف ترى حظوظ البارسا في دوري الأبطال؟ طبعا دوري الأبطال بكل تأكيد الخروج من ستامفورد بريدج بتعادل مخيب فنيا لكن مهم على مستوى النقاط، هذا زاد جيد لمباراة الإياب. أنا أعتقد برشلونة سيظهر بشكل مختلف تماما في الإياب، حتى على مستوى التهديف نعم هو تراجع، لكن لا يزال يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري الإسباني، وهذه عوامل تصب في مصلحته معنويا في دوري الأبطال وفيما تبقى من مشوار الدوري الإسباني، حيث يفصل 7 نقاط فقط حاليا عن أتلتيكو مدريد. الأمر ليس مطمئنا تماما في الدوري على فكرة، لكن هو في وضعية أفضل يعني تمنحه حتى في حال خسارة نقطتين أو أكثر في أكثر من مباراة يبقى متصدرا للدوري. المشوار المقبل صعب، لكن الفريق قادر على التأقلم معه فيما تبقى من المباريات. شكرا لك على هذه المداخلة الصحفي الرياضي سامي الإمام، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا.